شيرين عايزين لك منوره طبعا النهارده. ربنا يخليك. فاشن شو يعني اناقه وجمال، وانت طبعا استاذه في الجمال. ربنا يخليك، ميرسي، كلك ذوق. اسلامي، ايه اكتر حاجه بتشجعك انك تكوني موجوده النهارده؟ إيه، ان احنا عندنا اهتمام بالموضه كسيدات، وانه دي فعاليات مصريه فاحنا لازم نشجع ده، ونهتم بانه يبقى عندنا فعاليات شبه كده كتير. الموضه واخدك حيز قد ايه من اهتماماتك ومن فلوسك؟ بمعنى ده كل فلوسي؟ كل فلوسك ده يا نهار ابيض. تقريبا حاجه شبه كده فعلا. ده بتقالي الموضوع مرهق بالنسبه لكم الستات قوي في حكايه. طبعا الموضوع. طبعا، ومرهق للرجاله. طبعا يعني لو هي واحده معتمده على نفسها اهو يا سيدي اهو، انما لو من جيب الباشا بتاعها يعني بيبقى الموضوع صعب جدا. طبعا. انتوا كمان التطور على طول طول الوقت موجود، انت حريصه ان كل حاجه جديده بتتابعيها ولا بتنقي دايما اللي بيناسبك؟ يعني انت مهووسه بايه بشكل عام في الموضوع؟ يعني بص، مش مفيش حاجه ثابته. اوقات تلاقي نفسك عايز تمشي كلاسيكي شويه، بس الموضه السنه دي في نقله حاصله في قلب الخطوط. خلينا بقى فاهمي البنات ايه اللي حصل. يعني اقصد انه الخطوط اللي هي قعدت كذا سنه كانت شبه نفس الشكل، يعني لو لبست السنه اللي قبلها او كده ممكن تطلع من الدولاب السنه دي مفيش حاجه هتطلع من الدولاب. احنا لازم نجيب جديد. انا غرم جامد. في الجاكيتس، في الفساتين، في الالوان، في الاحذيه، في كله. هو الناس حتى بتقلش على الفيس تقول لك الشتاء متاخر شويه عشان عارف ان الفلوس مش قوي فمتاخر. تقريبا. هو بص، يعني حتى لو اتاخر الستات ما بتغلبش، يعني حتى تجيب ميك اب، هتعمل تجيب برفيوم، يعني حتى امال ايه. اكيد. شيرين عزيزة من اكتر الادوار اللي كانت معلمه جدا مع الناس في السبع وصايا، وعينيكي بالذات كان لها تاثير جامد في المسلسل ده. فين انت من بعد السبع وصايا كمان كتمثيل؟ ليه ما كنتيش مركزه انك تكملي على خطوات قويه زي السبع وصايا؟ والله مش عارف، يعني انا عملت بعدها مسلسل مريم مع خالد النبوي وهيفاء وهبي، عملت بعد كده رمضان كريم والحمد لله حقق نجاح كبير جدا كده يعني. بس الفتره الاخيره كلنا كنا عدد الاعمال مش كبير علشان نعرف ننتقي بشكل المأمول او اللي احنا بنتمناه. يعني الميديا والتقديم كمواضيع برضو ليكي مجال كبير في ده. اخباري وايه دلوقتي؟ برنامجي ممنوع الاغتراب على نايل لايف التلفزيون المصري، برنامجي اللي بحبه جدا وبتمنى انه الناس تحبه وتشوفه وتتابعه. سامعين ان في تطويرات ضخمه جايه في التلفزيون وكمان مع اعلام المصريين ان هي ابتدت تتولى ده، فعايزين نعرف ده صدى ايه جوه كمان التلفزيون. اظن بتهيالي انه في خطوات جاده بتتاخد في الصدد ده، ونتمنى التوفيق في كل خطوه رائعه لقدام علشان الاعلام المصري يبقى في مكانه يستحقها. يعني كنا وقفنا عند نصايح المهمه للستات، تقول لهم ايه؟ اقول لهم انه كل واحده تكون ذاتها، تهتم بس انه مظهرها يبقى بسيط ولائق وجميل. مش كلنا لازم نبقى رفع كده، حتى لو هي ممتلئه لازم تبقى واثقه من نفسها وتبتدي تاخد خطوات في سبيل تحسين صورتها لنفسها هي ولصحتها هي، مش علشان ترضي الاخرين. ايه الاكله اللي ممكن تخليك تضحي برشاقتك وتضحي بكل الرجيم وكل اكلات كتير ممكن إيه تعمل فيا كده؟ الحقيقه مكرونه بالبشاميل، المحشي، صور ياسين، ايه تانية؟ الفسيخ. لا ما يلقش خالص على الجو اللي احنا جايين نعمله، بس هو برضو من ضمن الحاجات. طبعا. شيرين بنشكرك، عايزين نعرف ايه الخطوات اللي انت بتجهزيها، وهل في تطوير في البرنامج بشكل معين؟ هل في كلام على انت يعني اتفرجوا على البرنامج بتاعي ممنوع الاقتراب على نايل لايف، هيسعدني جدا. الاقتراب من ايه بالظبط بقى؟ في من حاجات كتير. من يعني انا من حياتي الشخصيه. حياتي الشخصيه ممنوع الاقتراب جدا. تمام. شكرا جدا يا شيرين. ميرسي جدا، ميرسي قوي.